معاكم قدش تاني، معانا تسجيل، اخر تسجيل في اليوم النهارده ان شاء الله. معانا الهاكر الاخلاقي زي ما بيحب يسمي نفسه، احمد كمال عبد الفتاح. هو عرفنا نفسه اكتر، وايه الفرق بين الهاكر العادي والهاكر الاخلاقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي احمد كمال، زي ما قال بالظبط هاكر اخلاقي. الفرق ما بين الهاكر الاخلاقي والهاكر البلاك، الهاكر الاخلاقي بيفكر في الحاجه من ناحيه كويسه، ناحيه ان يطلع غلطه في اي ابلكيشن ويبلغ صاحبها بيه، مش ان هو يسرق داتا او انه يستغل صاحبها في كميه المعلومات اللي معاه. يعني هو بيساعد ان انا اقوي السكيورتي بتاعتي. بالظبط. ايه اللي دلوقتي يعني ازاي انا ادخل مجال ده وما ادخلش مجال هاكر؟ يعني الاثنين متشابهين جدا. طبعا الدخول للمجال هو حاجه سهله خالص. كل اللي مطلوب منك ان انت تشوف اي كوميونتي قائم بيرحب بالايثيكال هاكر. انا الكوميونتي اللي انا فيه اسمه عرب سيرت. عرب سيرت قصته باختصار انه بيجمع الناس اللي باشن بالمجال بتاع السكيورتي بس من ناحيه الوايت، بحيث ويجمعهم يديهم كورسات لو هم ضعاف، لو هم مستواهم قوي. اكيد حضرتك زي كل الضيوف اللي كانوا موجودين، كل ضيف بيتكلم في جزء له تارجت عايز يوصله للناس. كان ايه التارجت بتاعك؟ بص، انا ما كنتش بتكلم من ناحيه الهاكينج، انا كان يهمني ناحيه سكيورتي. ناحيه سكيورتي ان انا اقول للناس ازاي تحمي الداتا بتاعتك، مشكلتك فين مخليه الهاكر قادر يخترق المعلومات بتاعتك. فانا كان يهمني جدا جزئيه البروتكشن. متشكرين جدا لحضرتك، وعشان حضرتك بس مستعجل هنضطر نسيبك دلوقتي، لكن كده هتواصل معاك.